منذ عام 2007 افتتحت أبواب متحف السينما بورزازات أمام الزوار ومحبي الفن السابع. متحف السينما بورزازات يضم العديد من الديكورات التي استخدمت في تصوير أفلام سينمائية عالمية مشهورة، ولا يزال المكان محافظاً على مكانته الفنية، حيث يصور بين الفينة والأخرى أفلام سينمائية باستخدام أجنحة متعددة تاريخية. مشاهدينا، سنأخذكم في جولة سياحية داخل متحف السينما بورزازات، ابقوا معنا. رحلة زمنية وحقب تاريخية في مكان واحد. على مساحة شاسعة تتوزع أجنحة الحضارات التاريخية. متحف السينما محطة لذكريات سينمائية عالمية، بدءا بالحضارة الرومانية والإغريقية، مرورا بالحضارة الفرعونية، وانتهاءا عند الحضارة الإسلامية. خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، شيد مجموعة من المستثمرين الإيطاليين استوديوهات لتصوير أفلام تتحدث عن قصص الأنبياء المستوحاة من التوراة، وبعد الانتهاء من التصوير سلم المكان إلى السلطات الإقليمية ليتحول إلى متحف سينمائي. هنا كان استوديو من بعد ردوه المتحف، وهنا فين صوروا لابيبل توت لا سيري ديال لابيبل اللي صوروا هنا، والايطاليين هما اللي كانوا جابوا هاد لا سيري ديال لابيبل. العام العام تيجيبوا فيلم جوج الافلام في العام. جولة السائح الى متحف السينما تمر بقاعة عرش سليمان والمعابد والمحكمة ومغارة علي بابا والزنازين والقضبان الخشبية، وفي كل محطة يكتشف السائح خبايا تاريخية في قالب فني. وجينا لهنايا باش نشوفوا هذا المتحف اللي تصوروا فيه افلام عالميه واللي حتى انا تفرجت فيهم، ودابا كنقول زعما كيفاش تصور هذا الشيء؟ دابا نرجع نشوف ديك الافلام كامله اللي تصوروا هنايا. يحتفظ المتحف بالوسائل التقنيه في التصوير والتي تطورت عبر سنوات، اضافه الى الالبسه والاكسسوارات التي تعود للحضارات التاريخيه. فكرة متحف السينما هو الحفاظ على الذاكرة السينمائية العالمية والتي صورت في مدينة ورزازات أو هوليود إفريقيا، وكذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية والثقافية للمنطقة. إكرام الأزرق، قناة الغد، من مدينة ورزازات الجنوب الشرقي للمغرب.